بكم مشاهدينا الأعزاء عبر فضائية نورسات وتلفزيون تلالومير، والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس في لقائه الأسبوعي يوصي بتعليم كيفية تقاسم خيرات الأرض. القداس الاحتفالي للمناولة الأولى بأطفال الرعية الكلدانية في الأردن. صيامة الأخ صفوان زيدين شماساً إنجيلياً جديداً في الكنيسة الأرثوذكسية. المستشفى الميداني الأردني في لبنان يتعامل مع نحو 2000 حالة من مصابي مرفأ بيروت. وفيها أيضاً الدكتور هايل داود، مسلمو ومسيحيو الأردن شركاء في بناء الوطن. أهلاً بكم. في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي في موضوع شفاء العالم، قال قداسة البابا فرانسيس في حديثه إلى المؤمنين الناطقين باللغة العربية والمتابعين لمقابلته عبر شبكة الإنترنت: إذا اعتنينا بالخيرات التي يمنحنا إياها الخالق، وإذا تشاركنا بما نملكه، فلا ينقص أحداً منا شيء، وحينها يمكننا أن نلهم الرجاء لغيرنا من أجل تجديد عالم فيه المزيد من العدالة. كما تحدث قداسته عن المشاكل الاجتماعية التي كشفتها جائحة كورونا وقال: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنتلو صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية وخاصة للأطفال وللمسنين وللمرضى والمتألمين. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تأمل قداسة البابا اليوم في شمولية خيرات الأرض وفضيلة الرجاء، وذلك في إطار تعليمي في موضوع شفاء العالم. قال قداسته: أمام الجائحة وعواقبها الاجتماعية يواجه الكثيرون خطر فقدان الرجاء، وقد كشفت الجائحة بعض المشاكل الاجتماعية وزادت عليها، وخصوصاً مشكلة عدم المساواة التي هي ثمرة نظام اقتصادي أثيم. وأضاف قداسته: إن عدم المساواة الاجتماعية والتدهور البيئي يسيران جنباً إلى جنب، وأصلهما واحد، وهي خطيئة الرغبة في الامتلاك والتسلط على الإخوة والأخوات وعلى الطبيعة وعلى الله نفسه. الأرض كانت من قبلنا وأعطانا إياها الله ملكاً مشتركاً لكل الجنس البشري، ولهذا فما نملكه هو لنا ولغيرنا أيضاً. من واجبنا أن نضمن وصول ثمار الأرض إلى الجميع وليس لأنفسنا وللبعض فقط. وقال قداسته: لننظر إلى يسوع ومع اليقين بأن محبته تعمل من خلال جماعة تلاميذه، لنعمل نحن أيضاً معاً على أمل أن ننتج شيئاً مختلفاً وأفضل. ومثل الجماعات المسيحية الأولى، لنكن نحن أيضاً قلباً واحداً وروحاً واحدة، ونتعلم أن نتقاسم خيرات الأرض. إن الرجاء المسيحي متجذر في الله هو مرساتنا، إنه يدعم إرادة مشاركة خيرات الأرض ويقوي رسالتنا كتلاميذ للمسيح الذي شاركنا في كل شيء. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Se ci prendiamo cura dei beni che il creatore ci dona, se mettiamo in comune ciò che possediamo in modo che a nessuno manchi, allora davvero potremo ispirare speranza per rigenerare un mondo più sano e più equo. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
أحيي جميع المؤمنين الناطقين باللغة العربية. إذا اعتنينا بالخيرات التي يمنحنا إياها الخالق، وإذا شاركنا ما نملكه فلا ينقص أحداً شيء، فيمكننا حقاً أن نلهم الرجاء لغيرنا من أجل تجديد عالم فيه مزيد من المعافاة والعدالة. ليبارككم الرب جميعاً ويحرسكم دائماً من كل شر. تم في كنيسة القديس جوارجيوس بالكرك صيامة الأخ صفوان زيدين شماساً إنجيلياً أثناء خدمة القداس الإلهي الاحتفالي الذي ترأسه سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس، حيث حمل الشماس الجديد اسم القديس توما أحد تلاميذ الرب يسوع المسيح الاثني عشر كشفيع له في خدمته. شارك في الخدمة عدد من الأباء الكهنة والشمامسة الأجلاء، وبحضور الأم أرين عويس رئيسة دير السيد العذراء ينبوع الحياة في دبين، وبعض من أخويتها، وجمع محدود من أبناء الرعية بناء على قوانين الدفاع التي تفرضها الحكومة نتيجة جائحة كورونا التي يمر بها العالم أجمع. وطلب سيادته من الحضور أن يصلوا من أجل الشماس توما لكي يثبته الرب الإله ويمنحه النعمة والبركة لخدمته. اليوم الكنيسة تدعوك حتى تدخل لقدس الأقداس في الدرجة الأولى من الشموسية، في الدرجة الأولى من الكهنوت، وهي الشموسية يا ابني. الشموسية هي الخدمة في الكنيسة. هاي الفترة رح تكون فترة لإلك حتى فيها تمارس لتورجية الكنيسة وتتعلمها بعمق. هاي الفترة هي فترة تدريب روحي لإلك اللي فيها رح تتعلم الخدمة. من أراد أن يكون فيكم الأول فليكن لكم خادما، هيك علمنا يسوع معلمنا يا ابني. الخدمة هي التواضع، والتواضع هو الطاعة، والطاعة هي عيش، هي حياة، هي حياة وصايا الله اللي انت بتترجمها من خلال جهادك الروحي لحياة. هاي حياتك هي اللي رح تبقي المسيح حي في وجدانك، في كيانك، في قلبك، في ذهنك، في يومك، في كل لحظة من لحظات حياتك. حضن أبوك السماوي اليوم مفتوح حتى يحتضنك، حتى يغمرك بمحبته، بحنانه، بعطفه، برحمته، وحتى تدخل لقدس الأقداس حيث تشتهي الملائكة القديسون التطلع وسماع صوت الكلمة. وبعد نهاية القداس والسيامة تقبل الشماس الجديد التهاني من الحضور في قاعة الكنيسة بأجواء روحية وبتراتيل شجية وبإجراءات وقائية بسبب جائحة كورونا. احتفلت الرعية الكلدانية بالأردن بالمناولة الأولى لثلاثة وثلاثين طفلاً من أبنائها المنتشرين في أحياء العاصمة عمان وفي مدينة الفحيص، وذلك من خلال القداس الإلهي الذي احتفل به خور الرعية الأب زيد حبابة في كنيسة القديس يوحنا دولاسال الفرير بحضور أهالي المتناولين فقط. هذا وكان قد اشترك الأطفال بدورة استعدادية في التنشئة وتعلم خدمة القداس وسر القربان المقدس لأكثر من أربعة أشهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفي عظة القداس تكلم الأب زيد موجها كلامه للأطفال شارحا لهم معنى المناولة الأولى وأهمية هذا اليوم في حياتهم، حاثا الأهل على الاشتراك أسبوعيا بقداس الأحد مع أبنائهم. وفي الختام هنأ قدسه المتناولين وأهاليهم وشكر معلمي التعليم المسيحي والكادر العامل في الكنيسة.
أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضائلة تعليق قداس يوم الأحد في كنائس العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء إلى إشعار آخر كإجراء احترازي بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد بين مصلين في كنيسة في منطقة الأشرفية بعمان. وتحدث الوزير خلال مؤتمر صحفي عن الإعازة للحكام الإداريين في باقي المحافظات لتجديد التدابير الاحترازية بين جميع المواطنين والمقيمين. هذا وقد قامت نورسات بنقل القداديس الإلهية مباشرة عبر منصاتها الإلكترونية الاجتماعية والتلفزيونية بدون حضور المؤمنين. ومن ضمن القداديس الإلهية التي أحيتها الكنائس المحلية في العاصمة الأردنية عمان قداس في كنيسة مار شربل المارونية، حيث ترأس قدس الأب غازي خوري راعي الكنيسة، يعاونه قدس الأب سامر زكنون والأب رفائيل شفكيان قداسا إلهيا بمناسبة الأحد الثالث عشر من زمن العنصرة. وفي عظة القداس ركز الأب شفكيان على أن السيد المسيح في تعليمه كان دائما يعطي المثل لشرح أفكاره ورسالته ويفسرها لتلاميذه كيف نعيش هذه الأمثال وكيف نواجهها. فالمسيحية هي عيش يومي لتعليم المسيح في الحياة والمجتمع، وهي الطريقة الوحيدة لكي نصل لطريق الله ونصبح على مثاله. المسيح بيسمع كلمة الله منذ طفولته، يتنشأ على تعليم المسيح، وعندما يكبر يكون مؤمنا، يأتي للكنيسة ليس كواجب وليس كحق بل كحاجة لروحه. بالتالي إذا الإنسان اليوم عم بيقع بخطيئة، عم بيتشرد، عم يبتعد عن كنيسته، عم يكون في شك بإيمانه، عم بيكون على جنب الطريق أو عم بيكون على الصخر، مش إنه الله حطه هناك. الله كلنا أحبائي حطنا بهالعالم، وكوننا نحن المخلوقون واحدون إنه ناخد خيار وعنا حرية القرار والخيار، بالتالي نحن مسؤولين عن حياتنا ونمط حياتنا كيف عم نعيشه. بالتالي دايما بقول بوعظاتي وبذكرها، المسيحية ليست انه منروح نتعلم شي شغلة من حتى بفكرنا او من حبة من حتى بقلبنا. المسيحية عيش يومي لتعاليم المسيح في الحياة وفي المجتمع، وهيدي هي الطريقة الوحيدة اللي فينا نوصل انه نكمل فينا سورة الله ونوصل عمثاله. آمين. ومن كنيسة القديس نكتاريوس تم نقل قداس الأحد الحادي عشر، حيث ترأسه قدس الأب جيراسيموس طاشمان. وفي عظة القداس الذي تحدث به عن رسالة السيد المسيح عن المحبة والمسامحة من إنجيل متى الإصحاح الثامن عشر، حيث قال إن العلاقة مع كل قريب إن لم تكن أساسها المحبة فلا مكان للإنسان بملكوت الله، وأن الملكوت والدخول إليه هناك أسس ونظام وقوانين على البشر الالتزام به، وأن مقياس عدالة الله لنا هي المحبة. الأمر لازم ننتبه إليه من هذا المثل إنه دخول ملكوت السماوات، إنه نكون أبناء لملكوت السماوات وندخل ملكوت السماوات، في إله نظام وترتيب إلهي، وفي إله أسس وضعها الرب يسوع المسيح الله تعالى. من يحقق هذه الأسس يدخل ملكوت السماوات. ومقياس الدخول وأساس الدخول للملكوت السماوي هو المحبة الإلهية، وهذه المحبة مرتبطة أيضا بمحبة الإنسان لأخوه الإنسان. ما بيصير ولا يصح إنه الإنسان يقول عن ذاته إنه هو يحب الله وهو لا يحب قريبه، وهذه كلمات أيضا إلهية مذكورة في الكتاب المقدس وفي رسائل القديس يوحنا. إذن مقياس عدالة الرب هو المحبة، وهذا ما ظهر في محاسبة السيد لهذا العبد.
نحن لازم نعرف ونوعى وندرك أيضا إنه طريقة تطبيق العدالة الإلهية من قبل الله على البشر تختلف بطريقتنا نحن البشر في تعاملنا مع بعضنا البعض، وعدله يختلف عن عدلنا، ورحمته تختلف عن رحمتنا إذا كنا نحن إبعاد عنه. كما ترأس قدس الأب أنطوني هريمات راعي كنيسة العذراء الناصرية للاتين في الصوفية قداساً إلهياً، تحدث فيه عن شخصية القديس بطرس الرسول الذي سلمه السيد المسيح رئاسة الكنيسة. وقد أقيمت الصلاة في الكنيسة على نية زوال وباء كورونا والجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الأردنية في مواجهة الجائحة، والدعاء كذلك للبنان بأن يشفي الجرحى من مصابي تفجير بيروت. وقد قامت الرعية مشكورة بتقديم تبرع مالي إلى متضرري الانفجار. إخوتي، ومن المهم جدا أن ننتبه لأمر هام، وهو أن لا نقامر على مبادئنا، فإما أن نتبعها ونتمسك بها وإما لا. ولقد فهم بطرس هذا الأمر في قصر بيلاطس عندما أنكر معلمه أمام جارية، فكانت نظرة السيد المسيح له في تلك اللحظة أصدق رسالة ليعرف ما معنى عظمة الخيانة، فذهب وبكى بكاء مرا يقول لنا الإنجيل. وماذا كان رد فعل السيد المسيح له عندما خانه؟ لقد سامحه معطيا إياه الفرصة كي يبدأ ومن جديد، دون عتاب، دون احتقار، دون أن يرفضه أو أن يطرده. نحن كلنا بحاجة لإنسان يفهم ضعفنا دون أن يحكم علينا أو يحتقرنا. لكن الشيء الذي لم يعمله قط السيد المسيح مع بطرس في مسيرة تقويمه هو أنه لم يجامله قط. ولو فعل ذلك لدى بطرس لخسر فرحة النمو. لقد كان بطرس متأكداً من حب يسوع له، وكان ذلك كافياً ليتبعه. وعندما أعلن عن حبه وإيمانه ليسوع قائلاً أنت المسيح ابن الله الحي، آنذاك وكله يسوع على سفينته، على خرافه، على كنيسته. ارعى خرافي يا بطرس. منذ وصولهم إلى بيروت في السادس من شهر آب الجاري، تعاملت طواقم المستشفى الميداني الأردني في بيروت حتى هذه اللحظة مع نحو 2000 حالة مرضية وإصابة، تراوحت جميعها بين خفيفة ومتوسطة. وتواصل طواقم المستشفى تقديم الخدمات العلاجية اللازمة للتخفيف من معاناة الأشقاء اللبنانيين جراء الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت خلال الشهر الحالي. يشار إلى أن الأردن في مقدمة دول العالم بإرسال مستشفيات ميدانية للدول الشقيقة والصديقة، إذ أن القوات المسلحة الأردنية أرسلت مستشفيات ميدانية لأكثر من 30 دولة في مختلف أرجاء العالم، ونفذت العديد من الواجبات الإغاثية من منطلق رسالتها الإنسانية. أكدت الحكومة الأردنية أن العام الدراسي لطلبة المدارس سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل، فيما سيبدأ العام الدراسي لطلبة الجامعات في 27 من شهر تشرين أول المقبل، مشيرة إلى وجود بروتوكولات صحية وإجراءات للوقاية بحيث تضمن سلامة أبنائنا الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية. برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل الحداد رئيس المركز الأردني لبحوث التعايش الديني عبر صفحة فضائية نورسات فيسبوك، استضاف في حلقة هذا الأسبوع الدكتور هايل داود وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأسبق للحديث عن الهجرة النبوية والمعاني السامية التي تحملها هذه المناسبة الدينية، حيث وصف داود هذه الذكرى بأنها تجسد روح التسامح والمودة بين أبناء الوطن الواحد
مسلمين ومسيحيين على اختلاف أديانهم. وخلص الحوار مع الضيف على أن أبناء الأردن يلتقون دائماً على المحبة والتقارب والانتماء الصادق لبلدهم وعروبتهم، إذ أن جميع الأردنيين شركاء في بناء هذا الوطن الغالي على أهله، ويعملون بقلب واحد لما فيه خير بلدهم وعزة شعبهم وقيادتهم المباركة. حتى نعطي صورة يعني عملية واقعية من هذا الموضوع، كنت أنا كوزير أوقاف في المناسبات الدينية لإخواننا المسيحيين نذهب إليهم في كنائسهم ونبارك لهم. صحيح. وأتيناكم وأتينا يعني أكثر من كنيسة. صحيح. من كنائس إخواننا المسيحيين. نبارك لهم في الأعياد المسيحية كما كانوا يأتون إلينا يزوروننا في أيضا مناسباتنا وفي أعيادنا يباركون لنا مثل هذه الأعياد. كنا في شهر رمضان نتقبل دعواتهم في إقامة الإفطارات، شخصيات مسيحية سواء كانت من رجال الدين أو من غيرهم. نعم صحيح. فنذهب للإفطار في هذه اللقاءات ولنعطي صورة واقعية. من أجمل من أجمل من أجمل الممارسات ومن أقوى الرسائل التي نعظ بها من خلال عملنا هو أن نجسد هذه المودة. نعم يعني عندما كنت مثلا في شهر رمضان فتأتينا دعوة من شخصية كريمة من الشخصيات المسيحية أمثالكم. عفو. وفي بيتكم مرة أحد الدعوات هذه. سيدي فهذه واحدة. نعم. يعني هذه حتى ومنها الحقيقة يعني عندما قام سيادة البابا قداسة البابا بزيارة 2014 مباركة كريمة للأردن. نعم. وبدعوة من جلالة الملك. هذا المعنى الحقيقي. احنا كوزارة اشتركنا طبعا. وفي هذه الزيارة وفي الاستقبال. صحيح. قداسة البابا في الأردن، وحضرنا اللقاء في البحر الميت، واستمعنا الحقيقة إلى كلمات من البابا فرانسيس، كلمات كانت عميقة، كلمات تعبر عن روح الدين المسيحي، هذا الدين الإنساني الذي يدعو إلى الرحمة والتسامح والعدالة وغير المحبة. ذلك يخرجان من مشكاة واحدة. سيدي هذه الأديان تخرج من مشكاة واحدة. فكانت فعلا هذه زيارة تاريخية، وطبعا ليست أول زيارة لبابا يزور. نعم. الأردن سبقها أكثر من زيارة. رابع زيارة. هذه رابع زيارة. نعم. كانت للأردن، وهذا الحقيقة بدل على منهج الدولة الأردنية وطبيعة الدولة الأردنية، هاي الدولة المتسامحة الإنسانية، وليست ترى فقط في العلاقة بين المكونات الدينية. نعم. حتى في مواقفها السياسية، في مواقفها العربية، في مواقفها الدولية، دائما الأردن يعني منطلق غير متشنج، منطلق. نعم. وسطي معتدل متوازن في هذا الإطار. على رجاء القيامة انتقل إلى أحضان الرب يسوع المسيح قدس الأب فراس حجازين الفرنسيسكاني إثر إصابته بفيروس كورونا في الأراضي المقدسة. نورسات الأردن ممثلة بالمديرة الإقليمية للقناة في الأردن وفلسطين، الدكتورة باسمة السمعان وكافة فريق العمل يتقدمون من الإخوة الفرنسيسكان في العالم وأهل الفقيد وكل رعيته بحر التعازي القلبية. الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركاً. نريد أن نعتمد على أنفسنا ناسينا أن بدون الله لا نستطيع أن نسير. Thank you.
اللقاء مع يسوع هو كمان لقاء لتغيير الحياة اللي فيها احنا بنحاول نساعدهم بهالمسيح. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. القداس الاحتفالي للمناولة الأولى لأطفال الرعية الكلدانية في الأردن. المستشفى الميداني الأردني في لبنان يتعامل مع نحو 2000 حالة من مصابي مرفأ بيروت. الدكتور هايل داود، مسلمو ومسيحيو الأردن شركاء في بناء الوطن. حتى نلقاكم أعزائنا، طابت أوقاتكم ودمتم بخير.